أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاختيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا اتكادا. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية رئيس الوزراء الياباني رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري والياباني. من جهته أشار كيشيدا إلى أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة، معربا عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واستمرار إيصال المساعدات لغزة.